ما هو العيد. انت ناسي ان انا محاسبك مالك انت؟ ناسي ان انا محاسبك قد الدنيا؟ انا عامل خطه اخت شيلين. شيلك خمس اخوه؟ اه. اعتبر اربعه منهم خلصنا عليهم وتوفوا. شو يعني اقتل اخوتي؟ لا انا بدي اقتلهم ان شاء الله. اعتبري اربعه مش بدهم يعيدوكي خمسه، وانا عندي اربع خوات. بناخذ من اربع عيديات من اخوتك الاربعه بعطيهم للاربع خوات، وواحد بضل الك. خلصنا واضحه الامور كليا. طب والاولاد؟ الاولاد كل واحد شو بيجي عندنا شو بيعيد، اول ما تشوفيه حط المصاري بجيبت الاولاد بتقولي بالاذن تروح اسوي شيء، بتعد المصاري وتبعتي لي على الواتساب المبلغ شو دفع شو بعطيه. فهمتي؟ هاي شوار بيده. فهمتي شيء؟ مرتاح لك حبيبي؟ اما ما نكونش ازعجناك. قم قلت ابو نوح اليوم العيد يا زلمه، ما انكدك تحط وجهي في رجلك. انا صابر من اول الحدث بس بديش احكي. انتوا نسيتوا ان انا محاسب في اكبر محل سنكات في طب روح. نسيت؟ ابدا انك نكدت علينا. ما هو هذا اليوم نكد، يوم العيد نكد وكلكم بديش اعيد. فيش عيد يلا. تعالك لا عيد والله ليش لا؟ فيش عيد خلصنا يلا. وبدك لا هلك انت بدي علينا الناس. بديش اعيد وجاي وجاي جوز اخت السكع برزي. والله بحياة الأولاد برحمة موتاك اليوم العيد بحياة ربك. بنتش لك خلص أبو النوم. لا خلاص أبو النوم. كل عام وانتم بخير يا ميت أهلا وسهلا. إن شاء الله الأولاد كبرانين إن شاء الله. جاب الست الوالدة معك؟ يا زلمة هذه أختك نبيلة. والله ما عرفت من قلك ما بتزورني. والله من كثر ما انت حاطه بوتوكس. والله ما عرفتك. ما شاء الله منوره ما شاء الله منوره. 24 ساعه المرايه. اهلا وسهلا. اهلين.